الو، ايوه ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا ياسمين، اهلا بيك. دلوقتي حضرتك كنت عايزه اسال، لو انا عايزه اعمل شفط في الجناب او في البطن، ايوه يعني الاول انا طبعا جسمي كله مليان، تمام. فعاوزه انا دلوقتي بروح الجيم، عاوزه يعني انزل اول جسمي تمام وبعدين اروح اعمل شفط. حلو. يعني حضرتك يعني شايف ان انا لو عملت شفط دلوقتي ورحت الجيم بعد كده بيبقى فيه مشكلة؟ لا، هو دايما احنا بنقول اللي عايزه تعمل شفط لو تقدري تخسي الاول هيبقى افضل. قولي لي ليه؟ قولي لي ايوه ليه؟ لا ما ليه؟ قلتيش ليه. ايوه قلتي لي ليه، صح كده. لانه الواحد لما بيشفط بيشفط نسبه من اللي موجود. هفترض مثلا الجناب عندك، هفترض منطقه الجناب اللي انت عايزه تشفطيها تحتوي على 10 كيلو من الدهون، وانا بشيل نسبه النص، يبقى بعد العمليه هتروحي البيت ب 5 كيلو دهون في الجنبين، صح؟ طب افرض انت عملتي الاول رجيم والدايت وال 10 كيلو دول بقوا 8، وجيت انا برضو شلت النص، هيبقى الاربعه، يبقى تروح البيت ب 4 كيلو نتيجه افضل من تروح البيت ب 5 كيلو. يبقى لو ناوي اعمل شفط اخس الاول، دي قاعده لا جدال فيها، لانك انت كل بتقولي جسمك كله، يعني ما عندك يمكن جسمك كله وفي نفس الوقت في حته فيها اكتر زي الجناب اللي انت بتقولي عليه ده، انت هيبقى هايل لو تعملي شفط بعد ما تعملي تخسيس الاول. اعملي دايت، اعملي جيم، عيشي حياتك مظبوط، وصلي للوزن اللي انت شايفاه مناسب ليكي، وبعد كده تعالي اعملي الشفط للحته اللي ما راحتش، اللي هي فيها السمنه الموضعيه، اللي هو الشفط معمول عشان كده، الحته اللي فيها سمنه موضعيه، تراكمات من الخلايا الدهنيه قد تكون غالبا وراثيه، هنشيلها بالشفط. خلاص خلصت مشاكلك وهتبقى على دار ما دخلك شر. في ناس ما بتقدرش توصل لكده، هتيجي في الوسط تقول انا خلاص مش قادره، عملت رجيم وما بيبقاش ينزل حاجه. يبقى نديك البوش، نديك الدفعه، نشيل من الحتت اللي انت عايزه تشيلي منها، هتحسن لك روحك المعنويه جدا، هتحسي ان شكلك احسن، هتقبلي اكتر على الرياضه والرجيم بشكل تاني احسن. ماشي، يجوز برضه.